بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، نحن كنا بصدد بيان أسباب الردة، ذكر المصنف بعلا منها وأضاف إليها الشارح بعلا، ثم قول المصنف واليأس من الله تعالى كفر. اليأس من الله تعالى كفر لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني في هذه الآية هو كفر. والأمن من الله تعالى كفر، فإذن اليأس من الله معناه اليأس من رحمة الله تعالى ونعمته وفضله وإحسانه وإفضاله، هكذا هذا كفر. الأمن من الله معناه الأمن من عذاب الله تعالى ومكره، إذ لا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فكلاهما كفر. فإن قيل الجزم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى، وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى، فيلزم من يكون المعتزلي كافرا مطيعا كان غير أو عاصيا، لأنه إما آمن أو آيس. ومن قواعد أهل السنة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، هكذا إشكالاني عند المعتزلة. الثواب للمطيع واجب، يعني المطيع يدخل الجنة يقينا. عقاب العاصي واجب، فالعاصي يدخل النار يقينا. وهذا يأس من الله تعالى وأمن من الله تعالى كلاهما كفر، فينبغي أن يكون المعتزلي الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافرا يقينا، وينافي هذا، يعني كفر المعتزلي ينافي قاعدة أخرى من قواعد أهل السنة، هذا يعني من أن أحدا من أهل القبلة لا يكفر. فإذا ما هو الجواب؟ قلنا هذا ليس بيأس ولا أمن. لماذا؟ لأنه على تقدير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح. يعني لو كان عاسيا، فلان عاسي حاليا، هل ييأس المعتزلي يعتقد أنه لا يوفق الله تعالى للتوبة والعمل الصالح؟ لا، بل هذا من الممكن عنده، هو يعصي الله تعالى حاليا، هو عاص فاسق فاجر. نعم، قبل موته يمكن أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح، فإذن لا يكون هناك يأس من مترتبا أو متفرعا من اعتقاد وجوب عقاب الله سبحانه وتعالى للعاصي، وكذلك يعني وجوب الثواب للمطيع. وعلى تقدير هذا ليس بيأس ولا أمن، لأنه على تقدير النسيان وعلى تقدير الطاعة، هذا اعتبرنا لقوله على تقدير النسيان وعلى تقدير الطاعة، يعني هذا رجل مطيع حاليا لا يؤمن أن يخذله الله تعالى فيكتسب المعاصي، لو خذله يعني لم يوفق، فإذا يكون مخذولا فيكتسب المعاصي فيسوء عاقبته. لذلك ليس هناك أمن في المطيع ولا يأس في العاصي. نعم، وبهذا يظهر الجواب، بهذا الجواب ظهر جواب شبهة أخرى، ما هو؟ عما قيل إن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن. لكن لا، هذا ليس بلازم. لماذا؟ لأن من ارتكب كبيرة
يمكن أن يوفقه الله تعالى للتوبة والعمل الصالح فلا يكون هناك يأس. نعم. وذلك لأننا لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار يستلزم الجزاء، وأن اعتقاد عدم إيمانه المفسر بمجموع التصديق والإقرار والأعمال، هذا الإيمان عندهم المفسر على قاعدتهم. نعم. أن اعتقاد عدم إيمانه بناء على أن اندفاع الأعمال يوجب الكفر. نعم. إذن لا نسلم أن اعتقاد استحقاق النار يستلزم الجزاء، كذلك لا نسلم أن اعتقاد عدم إيمانه يوجب الكفر. لا، اعتقاد عدم إيمانه لا يوجب الكفر، بل هذا رجل يعني في مرتبة بين المرتبتين كما سبق. هذا والجم بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم يكفر من قال بخلق القرآن، نفس هذا الجم يجري أين؟ يجري في مسألة خلق القرآن، من قال بخلق القرآن وهو كافر، كذلك من قال باستحالة الرؤية وهو كافر، كذلك سب الشيخين، قال بسب قام من سب الشيخين أو لعنهما وأمثال ذلك. هذا والجم بين قولهم، هذا يعني هذا إشارة إلى الجواب السابق، هذا جواب في هاتين الشبهتين، لكن هناك بعض مسائل يكفر فيها صاحبها، ومع ذلك لو قيل يعني هذه القاعدة لا نكفر أحدا من أهل القبلة فيأتي مشكلة في بعض المسائل الأخرى. هكذا هو يقول شارح دفتازاني رحمه الله، يقول الجم مشكل، الجم بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وقولهم يكفر من قال بخلق القرآن، يكفر من قال باستحالة الرؤية، أو يكفر من سب الشيخين أو لعنهما وأمثال ذلك مشكل. هذا يعني ليس من المشكل. لماذا؟ أجاب عنه عصام الدين رحمه الله، يقال هذا مذهب الأشعري وبعض متابعيه، والمكفر غيرهم، فلا تناقل في كلامهم فلا إشكال. نعم. لا يكفر أحد من أهل القبلة، هذا قول من؟ قول الأشعري وبعض متابعيه. من الذي يكفر؟ الذي يكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية إلى آخره، هذا ليس قول القائل بعدم كفر أحد من أهل القبلة، بل هذا قول غيره، فلا تنافي. نعم. ثم هذا الكفر، الحكم بكفر هؤلاء مبني على من أنكر الإجماع يكفر، والذي سبق يعني أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة يكفر فقط، هناك قول آخر خلاف، من أنكر أمرا مجمعا عليه هل يكفر أو لا يكفر؟ يعني هذا ليس معلوما من الدين بالضرورة، بل الأمة أجمع عليه، لو أنكره أحد هل يكفر؟ بعض قال بكفره، وبعض قال لا يكفر به، بل لو أنكر معلوما من الدين بالضرورة يكفر فقط. فإذن هذا إجراء هذا الحكم يعني بكفر هؤلاء على ذاك الرأي. ثم وتصديق الكافر كاهن بما يخبره عن الغيب كفر، لقوله عليه السلام من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة عليه السلام، بما أنزل على محمد يعني بالقرآن كذلك بالشرع هو كافر. هذا التصديق يعني كاهن يتكهن ويخبر عن الكواين، فهذا الرجل الذي أتاه
يصدق يعني يقع كذا وكذا في وقت كذا وكذا على هيئتي وكيفية وصفتي كذا وكذا وكذا لأن فلانا الكاهن قال هكذا، يعني هذا اعتقاده، قبل قوله نعم هذا كفر. من الكاهن؟ هناك يعني من هذا القسم أشخاص، إما كاهن أو منجم كذا كذا الساحر. ثم والكاهن هو الذي يخبر عن الكواين في مستقبل الزمان، يعني يتنبأ يعني قبل وقوع هذه الحوادث، ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب، ويدعي أنه يطالع علوم الغيب، يعرف الأسرار. وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له، من كان يزعم أن له رأيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار. ثم ماذا كان يعني طريق علمهم الغيب، طريق علمهم الغيب جن جني يقال له رأي، رأي رأي من الجن أي مس من الجن، فالمعنى أن له تعلقا وقربا من الجن. رأي على وزن فعيل، وتابعة بالنسب عطف على رأي وهو اسم لفريق من الجن، فإذا يكون له خدمة هؤلاء هذه نعم هؤلاء الجن، خدمة كيف بإعلامهم إياه علوم الغيب، هكذا من يدعي ممن يدعي علم الغيب. وكذلك منهم من يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم نعتيه، يعني واحد يقول أو يدعي كاهن أنه أعطي فهم، إذن بدون شيء من الوسائط بل بفهمه ويدرك الغيوب، أي هو يدعي قوة باطنة من قوى الباطنة يدرك بها الغيوب، هكذا هو يدعي بسبب ادعاء هؤلاء الكهنة، كهنة العربي علم الغيب، قال الله تعالى نفيا لدعواهم، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله، هذا خصوصا ذكر في يعني مفاتيح الغيب، كذلك في جميع الغيوب الله تعالى نفى علم الغيب لغيره تعالى. إذا كان يعني ما كان هذا قصرا حقيقيا، بل هذا كان قصر قلب، قصر قلب. لماذا؟ الله تعالى أثبت في القرآن علم الغيب لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتلى من رسول، من ارتلى من رسول، هناك قضية مهملة، لذلك يفيد أن الولي أن الرسول، وكذلك من يكون في عداده من الأولياء وغيرهم يعلمون الغيب. إذن هذا نفي علم الغيب لأجل ادعاء الكهنة. ثم والمنجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية وهو مثل الكاهن، المنجم يعني الذي يراجع النجوم، ثم بعد ذلك يعتمد على علامات من النجوم، ثم بعد ذلك يخبر بالحوادث الآتية. فالمنجم مثل الكاهن يعني من صدقه وهو كافر. وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالى. نعم هذا المنجم والكاهن لا يعلمهم، لا يعلمهم الله سبحانه وتعالى الغيب. لماذا؟ لأنهما ليس من عباده الخلص المطيعين، نعم، بل هما من أعدائه. ما للعباد إلا بإعلام من الله تعالى وإلهام بطريق المعجزة أو الكرامة. نعم
الله تعالى يعلم الغيب يطلع على الغيب على الأولياء بطريق الكرامة أو إرشاد إلى استدلال بالأمارات بما يمكن ذلك فيه. نعم يكون هناك إرشاد إلى الاستدلال استدلال بالأمارات، لو كان هذا الاستدلال ممكنا بهذا الطريق أيضا يعلم الغيب يطلع على غيبه. ولهذا ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند روية حالة القمر، حالة يعني هذا النور المحيط الذي يحيط بالقمر بجرم القمر، يكون المطر مدعيا علم الغيب لا بعلامة كفر. الله أعلم. يعني هذا رجل كأنه منجم ويعتمد على هذه الظاهرة الكونية، نظيره يعني وقوع نجم في مكان كذا في موقع كذا أو في قرب نجم آخر كذا كذا كذا، ثم يعتمد عليه يخبر بالحوادث المستقبلة. كذلك عندما ظهرت حالة للقمر اعتمد عليها وادعى أن المطر يكون في كذا كذا هكذا، ليس هناك اعتماد علامة وهذا كفر. ثم بعده مصنف فرغ من بيان أسباب الردة، بعده يذكر مسألة المعدوم، المعدوم شيء أو ليس بشيء. نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.